أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول: كيف يحول الداعية كيف يحول الداعية المجلس من مجلس له إلى مجلس ذكر؟ هل من توجيه؟ حوله بتلاوة القرآن أو الموعظة والتوجيه، حوله بالكلام الطيب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بالوعظ والتذكير، يتحول المجلس من مجلس له إلى مجلس ذكر. نعم. هي كأنما تريد نوعية النقل، يعني حينما يتحدث الناس بشيء من الدنيا، كيف تريد أن تنقلهم إلى أو ينقلهم الداعية إلى الذكر؟ يطلب منهم الإنصات ويقول عندي كلمة أو عندي موعظة، يطلب منهم ويستأذنهم ويستنصتهم، ثم يأتي بما يسر الله سبحانه وتعالى. فإن فعل ما دون ذلك، كان يحيلهم بطريقة غير مباشرة، لما يسمى الوعظ غير مباشر، كان يقول كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو مر أبو بكر بكذا، أو نحو ذلك. ما داموا غير مقبلين عليه، وغير مستمعين له، هذا لا قليل الجدوى، قد يحصل منهم رد فعل، لا بد من الدخول معهم واستنصاتهم والعرض عليهم بأن عنده موعظة أو عنده تلاوة للقرآن يسمعهم إياها. نعم.